اعترف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بأن المرحلة الحالية صعبة لأنها تأتي في ختام الموسم، وتكمن في أن إنجازات اللاعبين المحترفين خارج مصر بدأت بالفعل، وبالتالي لابد من إعادة تأهيلهم. وعن منتخب تونس قال كوبر أنه منتخب قوي ومتميز ويضم لاعبين متميزين، وتعرف عليهم عن قرب في مباراتهم الودية معهم قبل بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون، مؤكدا أنه لم يتعرف على فكر المدير الفني الجديد، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق الفوز على تونس في مستهل مشوار التصفيات.